نحن كلنا صرنا علماء نفس اكثر من اننا نحن نتكلم في مجال الجانب الفني. لما اجي احط المقارنه بين المباراه اللي فاتت والمباراه اللي مين اللي جاب الاجوال المباراه اللي فاتت؟ كل المدافعين. مدافعين اثنين مدافعين ايه وجاب كهرباء وبالحظ. لما تيجي تطالع انت كم اليوم دخل كيف بالحظ شوتة جميله ايوه يعني كهرباء يعني لما تقعد بعد 10 مباريات وتجيب لي يعني هذا تقول عن عكاشي طيب ها هذا تقول عن عكاشي عكاسي مو عكاشي بتتعكس معاه طيب فلما تيجي تطالع انه هو المدرب لا قاعد ترى محترف هذا لا قاعد يفكر في ايش يقولوا له ولا ايش يعطوا له هو هذا تشوف انت المباراه لا تعطي انطباع انه الاتحاد انهزم بثلاثه لا انه في كان بيجاري هذا بس ما كان في عندك من ينهي الهجمه وبعدين في انت بتلعب ترى يا جماعه بيلعب الاتحاد ناقص انت بتلعب 10 لعيبه ما بتلعب ب 11 العكاشي يبغى يجبر خاطر المدرب هذا شيء ثاني يبغى يرفع معنوياته هذا شيء ثاني يبدي له الثقه هذا شيء ثاني لكن لازم نعرف انه من حسن الحظ انه عكاشي بيلعب وانه المدرب راضي انه فريق نادي الاتحاد بيلعب ب 10 لعيبه جميل ترى انه ما يشرك جميل خليه شويه يسترد الثقه في نفسه حطه في الدكه انت حاطط الضغط انا خلاص الدنيا كلها مقفله على قولك ايه الدنيا سودة خلاص اعطيله خليه يجلس شويه لانك انت بتمارس عليه ضغط نفسي اكثر هنا اتدخل واقول علم النفس لازم يتدخل بيفتح مساحات بيفتح مساحات ايوه ما عندك ما عندك تفضل سامي انا حقيقه اشوف